أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الموريتانية الثانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك، برنامج ورتل القرآن ترتيلا، الذين تدارسوا فيه آيات من كتاب الله تعالى. ويشرفنا اليوم أن يكون معنا الطالبان القارئان الشريف محمد بن الشريف محمد والشريف عبد المؤمن سيد العربي. ودرسنا اليوم هو مواصلة مع سورة الأعراف ابتداء من الآية 153 وحتى الآية 155، من قوله تعالى: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، إلى قوله تعالى. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ونبدأ الآيات بتلاوة مباركة برواية ورش مع الطالب شريف محمد. شريف محمد فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. استمعنا إلى الآيات برواية ورش، فتلاحظون توسيط مد البدل في نحو السيئات وآمنوا، كما تلاحظون نقل الحركة لأجل لام التعريف، وكذلك المد قبل المفصل المعمول به للإمام ورش. ونستمع إلى الآيات برواية قالون مع الطالب الشريف عبد المؤمن سيد العربي فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العظيم. بارك الله فيكما. وقبل أن نبدأ في استقبال مكالماتكم على الأرقام التي قد تظهر على الشاشة، نبدأ في تبيين بعض الأحكام المتعلقة بالآيات. بدأت الآيات بقوله تعالى: والذين عملوا السيئات. دائما أنبه إلى أن حرف الذال أنه من المعلوم أنه يخرج من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. والذين عملوا السيئات، ولذلك ينبغي الحرص على إخراج هذه الذال من مخرجها الصحيح والإتيان بنطق هذه الحركة كاملة. فإتمام الحركات من الأمور التي ينبه إليها أهل هذا الفن، وينظمون ذلك ويبينونه عمليا. والذين، ومن الأخطاء الشائعة عندنا هنا أن الذال عندما لا تخرج من مخرجها ولا نبين صفاتها ينطقها بعض الناس شبيهة بحرف الياء في نحو هذه الكلمة الذين، فلا تدري هل قال الذين أو قال اللين، ما تدري. فلا بد من إتمام الحركات. ولذلك قالوا: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، وذو انفتاح بانفتاح، وذو انخفاض بانخفاض للفم، يعني للسان، والمفتوح بالفتح افهم. والذين عملوا السيئات، عرض لنا هنا حكم هذا الهمز الممدود في السيئات، يختلف حكمه بالنسبة للمعمول به لورش ولقالون. في ورش مثلا هذا الهمز الممدود أربع حركة، هذا يوسطه، نعم، يمده مد البدل، نعم، توسطا أربع حركات، لأن لورش من طريق الأزرق في مد البدل وشبهه ثلاثة أوجه: المد، مد الإشباع، والتوسط وهو المعمول به، والقصر. وهذا ما ذكره ابن بريّ رحمه الله تعالى بقوله: وبعدها ثبتت أو تغيرت معصور عن ورش توسط ثبت. توسط ثبت، نعم، واستثنى من ذاك استثناءات.
فالمعمول به هو توسط هذا الهمز لورش وقصره إلى الطبيعي لغيره. والذين عملوا السيئات ثم تابوا ثم الميم المشددة فيها الغنة، الغنة في الميم المشددة، وهو ما ذكره ابن الجزري رحمه الله تعالى في مقدمته بقوله وغنة ميما ثم نونا شددا. الغنة صوت يشبه صوت الغزال، وهو صوت يخرج من الأنف دون الفم في الميم والنون المشددتين والمخفاتين، معنى بارز بمعنى قدر، بمعنى أنه يكون قدر حركتين. وأما في غير المشددتين والمخفاتين فهناك غنة ولكنها لازمة فقط، فالغنة صفة في الميم والنون. هنا أيضا خطأ عند بعض الناس في ثم، هذه ثم الثامن حروف الهمس. الهمس أصلا هو الصوت الخفي، الهمس هو الخفاء، هو الصوت الخفي، وهو في الاصطلاح جريان النفس عند النطق بأحد حروف الهمس العشرة التي ذكروها بقوله فالهمس في عشرة منها أتى هجاء حث شخصه فسكت. كما قلت الهمس في اللغة هو الصوت الخفي، ومنه قوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، هو في الأصل صوت خفاف الإبل، فلا تسمع إلا همسا أي صوتا خفيا، هذا في مشاهد القيامة، نسأل الله تعالى السلامة. ثم أيضا نحرص على ضم هذه الثاء وإخراجها من مخرجها وإعطائها صفة الهمس. ثم تابوا من بعد. النون الساكنة لها أحكام، ومن أحكامها هنا في هذه النون التي وقعت قبل حرف الباء، نعم، أنها تقلب أي تبدل أي تقلب ميما، فهذا حكم يسمى القلب ويسمى الإقلاب، وهو تحويل من حال إلى حال، وهو نطق النون الساكنة ميما. ولذلك نجد في الضبط هنا في المصحف ميما صغيرة مكتوبة على هذه النون الساكنة إشارة إلى أنها تنطق ميما. ثم تابوا من بعد مع الغنة، مع الغنة بقدر حركتين. من بعدها وآمنوا، آمنوا نقول فيها ما قلناه في توسيط الهمز، نعم آمنوا هذا مد البدل أصلها آمنا، آمنوا هذه أبدلت الهمزة الثانية مدا للأولى في آمنوا، وهذا الإبدال متعين لغة للعربي ولجميع القراء، آمنوا نعم. ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة إن يسكن كآثر وتمن، مثل آمنوا أصلها أأمنوا، فتبدل للجميع هذه وتوسط لورش من طريق الأزرق. ثم تابوا من بعدها وآمنوا هنا لم نجد الوقف، لأن ما زال هناك اتصال في المعنى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، أين الجملة لم تكتمل بعد، ولذلك الوقف لا يكون إلا عند نهاية الكلام عند نهاية الجملة.
وهو لما تم. ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك آمنوا إن آمنوا. هذا المد هنا في آمنوا مد الثاني وقع قبله منفصل، وقع قبل همز منفصل، فيمد لورش ست حركات، ويمد لقالون أربع حركات على خلاف عنه، كذلك يمد لحفص على له وجه في القصر كذلك. وآمنوا إن ربك إن النون المشددة قلنا فيها حكم الغنة بقدر حركتين. إن ربك من بعدها نفس الحكم في من بعدها التي ذكرت لغفور رحيم. التنوين هنا في غفور، غفور رحيم، وقع بعده حرف من حروف الإدغام، فيدغم إدغاما من أي نوع؟ إدغام النون الساكنة ونون التنوين تدغم في ستة أحرف، أربعة منها إدغام بغنة واثنان إدغام بغير غنة في اللام والراء في حرفي رل. لغفور رحيم. هنا نجد إشارة الوقف لأن الكلام تم وهو لما تم. ولما سكت عن موسى الغضب. ولما الميم المشددة فيها غنة. سكت هذه نجد التاء هنا التاء المبسوطة لأن التاء إذا اتصلت بالفعل هذه تكون تاء مبسوطة. ولما سكت عن موسى الغضب موسى هنا حذف الألف، حذف المد لوقوعه قبل همز الوصل، قبل السكون. هذا أنتم درستم ماذا؟ حملة السومي وحملة طالب عبد الله ميابي. وصلتم إلى هذا المكان عن موسى الغضب. موسى هذه مقللة، هذه من مقللة كما في موسى، واختار موسى قومه. وقلت في درس ماض إن نبي الله تعالى موسى هو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، كذلك ذكر عيسى وذكر يحيى. هذه موسى فعلى، عيسى فعلى، يحيى فعلى. وقالوا أميلت هذه الأسماء لكثرة دورانها في القرآن، كثرة ذكرها. الإمالة مراد بها أصلا عند ورش التخفيف. وقلنا إن نبي الله موسى عليه السلام ورد في 27 سورة، بأكثر ورد اسمه أكثر من 180 مرة في القرآن. قالوا كاد القرآن أن يكون موسويا. موسى هذه الأولى وقع بعدها السكون. وابن برير رحمه الله تعالى يقول ويمنع الإمالة السكون في الوصل والوقف بها يكون. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ هذه حروف استفال غير الضاد. أخذ الألواح، هكذا يقرأها ورش، الألواح، أخذ الألواح. قالون الألواح ويقرأها قالون أخذ الألواح، لأن ورشا أيضا من معاملته للهمس والسعي في تخفيف
النطق به، لأن الهمز في نطقه تكلف ومشقة، لأن الناطق به كالمتقيئ، ومما يسهله ورش بنطق الهمز أن ينقل، فسهلوه تارة وحذفوا وابدلوا حرف ونقلوه للسكون رفض رافضين النطق به لأجل التخفيف. هنا نقلت حركة الهمز للساكن وهو لام التعريف، أخذ للواح، فلم يبق للهمز أثر في النطق ولام تعريف. حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل ولام تعريف. وقلنا إن لام التعريف هذه إن هذا ينطبق على الباب الذي تدرسونه في الرسم، وهو سداسية بألا، كل باب بألا هذا هو لام التعريف، بألا نمول الأيام لجل للواح هذه. وفي نسختها هدى، وفي نسختها هدى ورحمة، هدى ورحمة. التنوين وقع بعده حرف الواو، فالحكم ما هو؟ هدى ورحمة. النون الساكنة والتنوين قبل الواو، ماذا يكون؟ ما هو الحكم؟ ها؟ نعم، حكم هو الإدغام، الإدغام بغنة. هدى ورحمة للذين، رحمة للذين، هذا وجدتم التنوين، التنوين هنا بعده اللام، حكمه الإدغام بغير غنة. نعم نعم. أخانا الكريم الشيخ محمد بويا، أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا. مرحبا وأهلا بالقرآن. يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا بكم أنتم ما شاء الله أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، مرحبا بكم. والجزء يبدأ من أين إن شاء الله؟ يبدأ من قوله تعالى: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، إلى رأس الثمن. واكتب لنا لا يا 153. نعم، من سورة الأعراف: والذين عملوا السيئات ثم تابوا. نعم، الآية 153 من سورة الأعراف. 53. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت غير مسموع، يبدو أنه وقع انقطاع في الخط في الاتصال، نرجو أن يتم التغلب عليه وأن يكون كذلك الاتصال مسموعا أكثر إن شاء الله. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم، للذين هم، الذين ذكرت ملاحظاتي حولها فيما سبق، للذين هم لربهم. نعم، سنستقبل أخانا الكريم سيد أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. لبيك، أهلا وسهلا.
الكافرون رواية ورش عن نافع. أيوة الكافرون برواية ورش، هو كذلك إن شاء الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبدتم ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ما شاء الله بارك الله فيك، دائما ما شاء الله أنا أحرص على توضيحه، حركات وعدم الميل بالمخفف إلى المثقل. ولي دين، يا لي هذه مخففة، أنت أظن خففتها ما شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله في أخينا سيد أحمد، ونفعنا الله وإياه بالقرآن وتقبل منا ومنه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا تعلم القرآن والحرص على تصحيح سوره، خاصة المفصل، قصار المفصل الذي يقرأ في الصلوات، هذا شيء مهم جدا. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم. اهلا، نستقبل اخانا الشيخ المهدي. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ ما شاء الله، مرحبا بكم. معك الشيخ المهدي. حبكم الله، مرحبا. نعم عرفناكم، مرحبا. نعم. اهلا وسهلا، تفضلوا شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام، اسمعكم. أنا أسمعك الشيخ، أنا أسمعك ويبدو أنك لا تسمع. نعم هو لا يسمعني. طيب حتى نتمكن إن شاء الله من التغلب على هذا الخلل إن أمكن. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم، ضمير هم هذه، ضمير لكم، كم وهم، هذا أيضا من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس غير المتخصصين لا يأتي بالضم كاملا، يقرأ للذين هم هكذا بدون ضم، كل مضموم فلن يتم إلا. نعم أهلا وسهلا الشيخ المهدي، تفضلوا. ما شاء الله، مرحبا، تفضلوا. حصل انقطاع كذلك. واختار موسى قومه، واختار هذا الخاء من حروف الاستعلاء، وحرف الاستعلاء فخم. واختار موسى قوم موسى، تكلمنا عن التقليل فيها، قومه تقليل من طريق الأزرق، وأما الأصبهاني فله إمالتان فقط، إحداهما الإمالة الكبرى في التوراة التي يقللها الأزرق، ورش من طريق الأزرق، ومن طريق الأصبهاني إمالة كبرى التوريه التي هي أقرب إلى الكسر، وله وجه كذلك بإمالة ياسين. واختار موسى قومه، هذه الكناية، هذا ضمير الواحد المذكر، وقعت بين حركتين، فحكمها للقراء هو أن توصل، فالها وإن توسطت أصيلها بالصلتين، أي هنا بحذف مضاف، أي بإحدى الصلتين، لأنها لا يمكن أن توصل بهما معا في وقت واحد. كانت مضمومة وصلت الباء كما هنا قومه،
وإن كانت مكسورة توصل بالياء مثل به نقع. سبعين رجلا، الباء الساكنة فيها حكم هو القلقلة. كم حروف القلقلة؟ قطب جد. خمسة أحرف يجمعها قولك قطب جد وجد، هي حروف القلقلة. القلقلة معناها الحركة والاضطراب، اضطراب اللسان أو اضطراب الشفتين عند النطق بأحد حروف القلقلة. سبعين القلقلة هنا في هذا المثال سبعين صغرى أو كبرى؟ صغرى. صغرى لسكون حرف القلقلة في الوسط. سبعين. وأما القلقلة الكبرى فهي في حرف القلقلة إذا وقف عليه، خاصة إذا كان مشددا. سبعين رجلا لميقاتنا، رجلا لميقاتنا. التنوين وقع بعده حرف اللام وحكمه الإدغام بغير غنة. رجلا لميقاتنا. وجدنا إشارة الوقف، والوقف هنا من القسم الذي هو الوقف الكافي، لأن ما زال له تعلق بما بعده. لميقاتنا. فلما الميم المشددة فيها الغنة. فلما أخذتهم، لما الألف وقع بعده همز تصل أو مفصل؟ مفصل. فيمد استحركت لقاء الورش لورش و وأربعة لقالون على خلاف عنهم. فلما وكذلك حفص. فلما أخذتهم الرجفة، أخذتهم الرجفة. الجيم الساكنة، الجيم من حروف قلقلة. في القلقلة هنا وهي قلقلة صغرى أو كبرى؟ صغرى. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. أنتم درستم الرسم؟ نعم. لو شئت، هذه لو شئت، هذه الهمزة الساكنة صورت هنا للياء. لماذا؟ حسب القواعد، لأنها وقعت بعد ساكنة، بعد كسرة. بعد كسر. أنتم درستموه في رسم طالب عبد الله؟ لا، الميابي. ميابي. الميابي ذكر هذا الحكم. نعم. نعم، كما ذكره طالب عبد الله. أن من قبل قصر بإلي لا نقرئ بالسكن. لو شئت أهلكتهم من قبل. أهلكتهم من قبل. الميم الساكنة بعدها ميم متحركة، فما الحكم؟ الإدغام. التام بغنة. الإدغام التام بغنة، وهو من الإدغام المتعين لكل القراء وللعرب في حال إسكان الميم، حال عدم وصل الميم تدغم في مثلها، لأن إدغام المتماثلين هذا واجب. إدغام الساكن في المتحرك في المتماثل هذا متعين للقراء والعرب، قراء جميعا للعرب. وأما إدغام المتقاربين والمتجانسين فأصلا جائز في اللغة، وهو القراء فيها حسب الرواية. لو شئت، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. إياي كذلك درستم في الرسم حذف اللي فيها، صحيح؟ إياي هذه بياء المتكلم، عكسها إياك وإياكم وإيانا وإياه. إياي بياء المتكلم.
وجدنا إشارة الوقف كذلك هنا، الوقف الكافي. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، السفهاء منا. المد هنا متصل، متصل. يمد كم؟ يمد لورش ستة، ولقالون أربعة. يمد لورش ستة حركات، ولقالون ولحفص أربع حركات. نعم، وهو يسمى المد الواجب لوجوب مده لجميع القراء. السفهاء منا، النون المشددة ذكرنا حكمها. وجدنا هنا إشارة الوقف، هذا الوقف من أي الأقسام؟ تام أو كافي أو حسن؟ حسن. هذا وقف كافي. كافي. منا. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، تضل بها من تشاء. النون الساكنة قبل التاء ما حكمها؟ هنا ماذا؟ الإخفاء. فالنون الساكنة تخفى قبل كم حرف؟ قبل الرابع الإخفاء عند الفاضلي من الحروف واجب للفاضلي في خمسة من بعد عشرين، في 15 حرفا. نعم. صف ذات أنا جاد شخص قد سمى طيبا جدويت قنضى ظالما. نعم، هذه 15 حرفا تخفى قبلها النون الساكنة ومنها حرف التاء. إخفاء دائما مع الغنة. من تشاء وتهدي من تشاء. هنا من تشاء، من تشاء، من تشاء، هنا من تشاء، من تشاء. النون الساكنة هنا يقال فيها ما قيل في الاتفاق. نعم، نستقبل أخانا الشيخ المهدي. نعم، أهلا وسهلا، تفضل الشيخ. أهلا، تفضل. يبدأ من قوله تعالى: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا. نعم، انتهى المقطع عند بداية الثمن. بارك الله فيكم وأحسنتم ما شاء الله. أنت ولينا، النون الساكنة هنا قبل التاء حكمها الإخفاء. فاغفر لنا، فاغفر لنا. الراء هنا مرققة للجميع في فاغفر لنا، لماذا؟ قبلها كسر لوقوعها بعد كسر. نعم، هذه حالات ترقيق الراء. الراء إذا سكنت بعد كسر فهي مرققة لجميع القراء والعرب إلا إذا لقيها مستعري، كما قال ابن بري رحمه الله تعالى. هي إحدى الحالات المتفق على ترقيق الراء فيها، ومنها كذلك الغافرين، الغافرين. وأما خير، هذه التي في الآية الأخيرة، وأنت خير، فالراء هنا يرققها، إنما يرققها ورش بوقوعها بعد ياء ساكنة. خير،
رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون الياء. نعم سكون صحيح وسكون مد هذا كله يترقق بعده. الغافرين هذا ترقيق لعمومه وكذلك في المكسورة. نعم الشريف محمد اقرأ اقرأ الآيات برواية ورش. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. أمر موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. آمين. بارك الله فيك. ونستمع إلى الآيات برواية قالون مع القارئ الشريف عبد المؤمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. بارك الله فيكما الطالبان الشريف محمد بن الشريف محمد والشريف عبد المؤمن السيد العربي. و بارك الله فيكم وجزا الله خيرا الفريق الذي أشرف على إنجاز هذه الحلقة وكل المشاهدين والمتصلين. وإلى أن نلتقي في الحلقة المقبلة بحول الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.